السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم متابعين ومتابعات قناة تفسير الأحلام مع عبد الله السيد؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة إن شاء الله فيديو مميز جدا 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 وعالي جدا 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 يا جماعة في القيمة، ويا ريت أي حد بيتابع الفيديو ده يركز معاه ويشاهده لآخر دقيقة، لأن الفيديو النهاردة بإذن الله مهم جدا جدا جدا. هذا الفيديو بإذن الله احنا هنتكلم فيه على رقية قوية جدا جدا جدا، فقط قم بغلق عينيك ثم قم بسماع هذه الرقية. بإذن الله إذا أغلقت عينيك ثم سمعت هذه الرقية هتستفاد إفادات كثيرة جدا 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 لا تعد ولا تحصى. فكتير مننا يا جماعة بيكون بيواجه بعض المشاكل في حياته، وكتير مننا بيكون بيواجه بعض التعطلات والنحوسات، وكتير مننا بيكون نفس الله عز وجل يسر أمره ويقضي له حاجته ويحقق له ما تمناه وما يريده أن يحدث. ففي الفيديو ده بقى يا جماعة هيفيدك إفادات كثيرة جدا، يعني أنت بمجرد ما تسمع هذه الرقية بالطريقة اللي أنا أقولها لك، طبعا بمجرد ما تسمعها أنت ذات نفسك مش هتصدق الإفادات اللي هتعود عليك. فمن الإفادات مثلا والحاجات اللي هتعود عليك، أول حاجة يا جماعة جلب الرزق. بإذن الله هذه الرقية نافعة جدا 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 لجلب الرزق. يعني اغلق عينيك ثم اسمعها بالسماعة العادية او السماعة الهاند فري يعني، وبإذن الله شوف الرزق والخير الكثير جدا اللي هيمن الله عليك به بعدها. بإذن الله هتلاقي فيه رزق وهتلاقي فيه مال الله تعالى سيمن عليك به. اما الامر الثاني اللي هتفيدك فيه هذه الرقية ايضا هي دفع النحوسات والتعطيلات. على فكرة يا جماعة الرقية دي قوية جدا 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 في دفع النحوسات. يعني ايه نحوسات يا عبد الله؟ في كثير من الناس يا جماعة بيكونوا بيواجهوا بعض التعطيلات والنحوسات في حياتهم وهم ما بيكونوش مدركين لده. انت مثلا شخص مثلا او فتاة تعدى بك السن، يعني تجاوزت الـ40 وانت لم تتزوجي، او انت شخص كل ما بتدخل في عمل او كل ما بتدخل في وظيفة بتلاقيش نفسك موفق، بتلاقي دايما عقبات ومشاكل في حياتك. فالرقية دي قوية جدا ايضا لعلاج هذه الامور. واحلى حاجة في الرقية دي بقى يا جماعة علاج السحر والحسد والمس. لو انت باذن الله بتواجه سحر بكل انواعه، سواء السحر المغشوش او المأكول او السحر المعلق، باذن الله ستشفى وستعالج بفضل الله اولا ثم بفضل هذه الرقية ثانيا. وايضا لو كنت بتواجه حسد، طيب هتقول لي ازاي يا عبد الله اعرف ان انا عندي حسد؟ والله يا جماعه الحسد اعراضه كثيره جدا، بس انت ممكن تكون مصاب بالحسد وانت مش واخد بالك. كذلك ممكن تكون مصاب بالطاقه السلبيه وانت مش واخد بالك، عندك طاقه سلبيه، عندك حزن، عندك اكتئاب. فالرقيه دي يا جماعه احلى حاجه فيها ان هي بتفيدك في علاج كل الطاقات السلبيه وكل الاصابات الروحانيه، سواء كان السحر او الحسد او المس. فكل اللي طالبه منك باذن الله ان انت هتقوم بسماع هذه الرقيه مرة واحدة قبل النوم لمدة 7 أيام متواصلة، يعني كل يوم قبل ما تنام لمدة 7 أيام متواصلة تغلق عينيك قبل ما تنام وتسمع هذه أو تقوم بسماع هذه الرقية، وبإذن الله شوف الخير والطاقة الإيجابية والهالة الروحانية العالية جدا اللي هتيجي في كل جوانب حياتك، مش جانب واحد بس من جوانب حياتك. على فكرة يا جماعة أنا عايز أقولك إن الرقية دي بإذن الله هتبقى بمثابة فتحة خير عليك إن شاء الله، وبمثابة فتح الأبواب الرزق إن شاء الله بإذن الله عز وجل ثم بفضل هذه الرقية. فهنبدأ بإذن الله. كده انت عرفت الرقية انت هتسمعها ازاي، انت ايه هي الحاجات بالظبط اللي انت هتعملها. زي ما قلت لك قبل النوم هتسمع هذه الرقية لمدة 7 أيام متواصلة. بس قبل ما ابدأ في ذكر الرقية، اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوة التعليق بالتوفيق، ويلا بينا على طول ونسمي الله في ذكر الرقية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. اللهم يا نور السماوات والأرض، ويا جبار السماوات والأرض، ويا مالك السماوات والأرض، ويا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا، رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لحكمه. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك،
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. حسبي الله ونعم الوكيل، 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 حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا يليق بجلال وجهك الكريم وبعظيم سلطانك. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فأنت أرحم الراحمين يا كريم. اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يغيب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك. أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا به عن سؤال غيرك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دي الرقية اللي انت بإذن الله تقوم بسماعها، على الرغم ان هي قصيرة الا ان ثمرتها عظيمة جدا جدا جدا. قلت لكم مش هتفيدك بس في دفع النحس وعلاج السحر والحسد والمس، ولكن ايضا هذه الرقية بإذن الله تفيدك جدا في جلب الرزق وجلب الطاقة الإيجابية وجلب السعادة والسرور والبهجة والفرحة الى حياتك. فأتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وياريت لو استفدتم من الفيديو ما تبخلش عليا بلايك. أسأل الله أن يوفقكم أحبابي وحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.